الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. سنة الدمارة كتاب الأطعمة باب النفخ في الطعام. ما زلنا مع آداب الطعام. شوف طول الباب كتاب كامل في السنن لآداب الطعام، فقط لآداب الطعام. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، أبو العلاء من الثقات الأزواج، شيخ من أصحاب الكتب الستة. حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي أبو زياد الكوفي. قال أبو زرعة ثقة فاضل. قال ابن سعد كان ثقة صدوقا. قال ابن قانع صالح. أبو داود قال رجل صالح أثبت من أبي. نعم. قال حدثنا شريك، تعلمون شريك القاضي وشريك فيه ما فيه الكوفي، أبو عبد الله الكوفي القاضي، فيه ما فيه من الضعف حتى قبل القضاء، وبعد القضاء اشتد ضعفه، بعد استلامه القضاء اشتد ضعفه، وهو علة الحديث. قال عن عبد الكريم، وعبد الكريم هنا الجزري ليس ابن أبي المخارق، ابن أبي المخارق ضعيف، الجزري ثقة، وذلك قال ابن عين ثقة، وأيضا أبو حاتم قال ثقة، وأبو زرعة قال ثقة. عن عكرمة مولى ابن عباس لم يدل فيه ما قيل من ثقات الأزبات، اعتمد على البخاري، جاوز القنطرة بذلك. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، هو صحابي بن صحابي من السبع المكثرين عن النبي الأمين، من السبع المكثرين عن النبي الأمين، ترجمان القرآن. قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء. وقد ورد النهي صريحا عن التنفس في الإناء، ولذلك كان من السنة أن يشرب ثلاثا، كان من السنة أن يشرب ثلاثا حتى لا يتنفس في الإناء، لأن هذا فيه ما فيه من يعني فيه ما فيه من التقزز، يعني إصابة المرء يعني أنعاف الطعام. الحديث سامحوني كتاب الأطعمة باب نفخ الطعام. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو كريم محمد بن علاء من ثقات الأزبات، وعبد الرحيم قال حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن الحروي ثقة ثقة، وشريك القاضي ضعيف قبل القضاء واشتد ضعفه بعد ما استلم القضاء. عبد الكريم الجزري من الثقات، عكرمة من الثقات، ابن عباس من عبدال الأربعة. نعم. قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء. فتنفس في الإناء كما قلنا ورد النهي عنه صريحا، ولذلك أمر بالشرب ثلاثا حتى لا يتنفس في الإناء، فيستغفر الناس الطعام أو الشراب إذا فعل ذلك. هذا أدب من الأداب المهمة جدا، وهي أداب كراهية النفخ في الطعام والشراب. العلماء هنا يقولون لما قال ابن عباس لم يكن رسول الله الكف، الكف ليس على التحريم، الكف بالضبط كفعل النبي، أصل فعل النبي على الاستحباب، وأيضا الكف أصل الكف على الكراهة لا على التحريم. فلذلك ذهب جماهير أهل العلم إلى كراهية النفخ في الطعام والشراب، وكذلك التنفس في الإناء، ولذلك أمر أن يتنفس المرء ثلاثا، وأكثر أهل العلم يذهبون إلى الكراهية فقط، لأن الطعام إذا كان في القصعة ويجتمعون عليه، والشراب أيضا يدور عليهم فيشربون منه جميعا، فالنفخ في الطعام أو الشراب حينئذ يكون من سوء الأدب، لأنه داعية لاستقذار هذا الطعام أو الشراب، هو من سوء الأدب، وهو داعية لاستقذار الطعام والشراب، ولأنه إذا نفخ أحد فيه فلربما تقذره الحاضرون منه فيعافون الطعام، يتركون الطعام من أجل ما فعل، النفس تعاف ذلك. فلذلك من العادات الحسنة عدم النفخ في الطعام، وإن كان ساخنا اتركه، أمهله بعض الدقائق واهجم عليه كما تهجم، يعني المسألة مش مسألة هجوم على الفرن، فإذا إذا إذا كان الأمر كذلك وكان حارا فليهدأ وليروي ولينتظر ثم ذلك ليأكل، أن هذا من الأداب. ولذلك قال علماء هنا النفخ يكره مطلقا سواء اجتمع مع الناس، إن العلة جماهير العلماء قالوا العلة استغزار الناس للطعام والشراب. طب إن كان وحده ينفخ؟ لا ينفخ، لأنه يمكن أن يكون فيها أضرار صحية، هذا حجر صحي، هذه فائدة النبي صلى الله عليه وسلم تنويها وتعليما لنا في هذا الباب، كما قلنا في هذا الباب هو قد يكون احترازا عن بعض الأمراض التي تصيب المرء إذا نفخ أو تفل في الطعام أو الشراب، إلا إذا كان في موضع قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن نقول من تعظيم السنن، من تعظيم السنن أن يعمل به حتى ولو ظهرت علة أنها، لو ظهر التعليل أنها يعني
احترازا للناس، احترازا للناس إن كان احترازا للناس، فنقول بأن الأمر بتعظيم السنن أن نعمل به على عمومه، فلو كان وحده ليس له أن ينفق لا في الطعام ولا في الشراب، وإذا شرب شرب ثلاثا فلا يتنفس. الفوائد المستنبطة: سعة الشريعة ما تركت شيئا إلا أتت به. من حسن التشريع حسن الأدب، من حسن التشريع حسن الأدب. من حسن الإيمان مراعاة الغيث، من حسن الإيمان مراعاة الغيث. كل علة الفائدة الرابعة: كل علة رجعت على النص بالتقويد فهي علة عليلة. أصل فعل النبي، أصل فعل النبي الاستحباب، وأصل كف النبي الكراهة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.